لسه ما في هيرجع الإعارة. هيرجع. انما الاهلي عنده مجموعه كتير قوي، يعني في الطرفين عنده مجموعه كويسه. فكره اذا كان حسين الشحات، كهربا له تاثير مفيش شك، كهربا لعيب زي الرهوان وحصان جامح وعنده خطواته كبيره وعنده مهاره وعنده ثقه في نفسه عاليه قوي وعنده طماع على الجول. بعد كهربا برضه دي خساره، انا بعتبرها خساره. يعني الماتش ممكن يتاجل، معلوماتك ايه وانت قريب من الناس في الكاس؟ بص يعني كلمه التاجيل دي مش وارده، انما اتطرحت، لكن مش وارده، اتطرحت في الدواليب الصغيره قوي، انما مش وارده لحد دلوقتي. ليه؟ مفيش ما يدعو للتاجيل. يعني مفيش سبب. ايه السبب للتاجيل؟ ان صالح جمعه ومعرفش والواد وكهرباء عندهم كورونا، مش يعني صالح جمعه اساسا ما بيلعبش، واخد بالك؟ والاهلي عنده فرقه كامله. لكن لو قلنا ده هنقول مصطفى محمد فروت جامد. مصطفى محمد مشروع قروي كبير، واخد بالك؟ بس هو ساعات بيبقى كسول، يعني هو ساعات يبقى كسول شويه. عشان كده هتلاقي حسام البدر لاعب هناك مين؟ لاعب كوكا. هو مش عايز راس حربه، هو عايز خيال، يعني واحد يشغل دول وعنده سرعات، لان هو كان بيلعب على السرعات طول الوقت بيجري، وعنده الاثنين اللي على التراب هم اللي راس حربه، يخش راس حربه اذا كان تريزيجيه او محمد شريف. صحيح. فعشان كده حتى تلاقي هم اللي راحوا للجون كتير، هم دول راس الحربه اللي بيروحوا، واخد بالك؟ فمصطفى محمد لعيب كويس، لو لان رجله تقيله بيلعب بدماغه كويس، ودول مهارتين مهمين جدا في راس الحربه. انه هيدرز كويس قوي، يعني بيرجعنا لاساطير الهيدرز في مصر صراحه. يعني انا طبعا لحد دلوقتي مفتون كابتن علي ابو جريش طبعا، ومفتون بحمدي نوح طبعا في الهيدرز، وجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد في ناس قدمت نموذج، ايمن شوقي على فترات، وايمن شوقي. بس دول يعني علي ابو جريش انا كنت بشوفه يطلع فوق يقف زي ما هو عايز. واللي عجبني برضو في طلبات راسه المؤثره محمد رمضان اهلي. محمد رمضان برضو بيعرف يوجه دماغه كوره بالكوره بشكل مش طبيعي، كان رقبته دي على رمان بيلي. يعني كان برضو من الناس اللي هي بتقدم لك النموذج. الاهلي مين الفيرود؟ عشان هنروح لفاصل الاحتفال والتورته. الاهلي مين الفيرود قصاد مصطفى محمد؟ انا رايي مروان محسن. مروان.